وبركاته. أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، في هذا اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح بعض حساب النهايات التي ستدرج في شهادة البكالوريا وتعتبر الركيزة الأساسية في الدوال بجميع أنواعها. أول شيء سنقوم هو عنوان كيفية حساب النهايات في بعض الأمثلة. السؤال ماذا يقول؟ احسب النهايات في كل دالة. إذا الدالة على f دو x تساوي 5x مكعب ناقص 2x ناقص 3 عند الزائد والناقص النهائي. f دو x يساوي ناقص 3x أس 4 زائد 3x مربع زائد 8. نحسب النهاية عند الزائد والناقص النهائي. مثال ثالث f دو x يساوي x زائد 2 على x ناقص 2 عند الزائد والناقص النهائي والعدد 2. المثال الرابع f دو x يساوي x مربع زائد 3x على x زائد 3 f دو x عند الزائد لا نهائي والناقص لا نهائي وناقص 3. أيضا f دو x يساوي 3x زائد 1 ناقص 1 على x ناقص 3 عند الزائد والناقص لا نهائي والعدد 3. وأخيرا أنه f دو x يساوي x مربع زائد 1 على x مربع زائد x ناقص 2 عند الزائد لا نهائي والناقص لا نهائي والعدد 1 والناقص 2. إذا حساب النهايات. جيد، أول شيء ماذا نقول؟ راح نكتب الدالة أنه f دو x يساوي 5x مكعب ناقص 2x ناقص 3. راح نكتب في هذه الصيغة أنه لا ليميت f دو x لما x يؤول إلى الزائد لا نهائي، لأنه قال لي أحسب عند الزائد والناقص لا نهائي، تساوي لا ليميت 5x مكعب ناقص 2x ناقص 3 لما x يؤول للزائد لا نهائي يساوي. عزيزي الطالب، في كثير حدود من الدرجة من الدرجة 1 ومن الدرجة 2 والدرجة 3 إلى آخر الدرجة، من أجل إيه؟ أنه دوما في كثير حدود راح نأخذ أكبر أس، حساب النهائي راح نعوض في أكبر أس، تصبح أنه لا ليميت 5x مكعب لما x يؤول الزائد لنهاية، الزائد لنهاية مكعب زائد لنهاية ضرب 5 تساوي الزائد لنهاية. الآن نحسب عند الناقص لنهاية بهذه الطريقة، أنه لا ليميت f دو x لما x يؤول الناقص لنهاية، هذا ماذا يساوي؟ يساوي لا ليميت 5x مكعب لما x يؤول الناقص لنهاية يساوي الناقص لنهاية مكعب الناقص لنهاية ضرب الناقص لنهاية زائد لنهاية زائد لنهاية ضرب الناقص لنهاية الناقص لنهاية ضرب 5 يساوي الناقص لنهاية. هذا بالنسبة للمثال الأول. نأتي إلى المثال الثاني. f دو x يساوي ناقص 3x أس 4 زائد 3x مربع زائد 8. لا ليميت f دو x لما x يؤول للزائد لنهاية. حنا واش قلنا في كثير الحدود نأخذ أكبر أس. جيد، تساوي تساوي لا ليميت ناقص 3x أس 4 لما x يؤول للزائد لنهاية. هذا ماذا يساوي؟ يساوي لا ليميت ناقص 3 ضرب الزائد لنهاية أس 4، بالرغم من الكتابة خاطئة لكن نستعملها في ورقة أوساخ. يساوي الزائد لنهاية قوة 4، الزائد لنهاية ضرب الزائد لنهاية، الزائد لنهاية ضرب الزائد لنهاية، الزائد لنهاية ضرب الزائد لنهاية، الزائد لنهاية ضرب إشارة ناقص وتساوي الناقص لنهاية. هذا كيفية حساب هذه الدالة عند الزائد النهائي. بنفس الطريقة نحسب عند الناقص للنهاية أنه لا ليميت f دو x لما x يؤول للناقص للنهاية ماذا يساوي؟ يساوي لا ليميت ناقص 3x أس 4 لما x يؤول للناقص للنهاية. هذا ماذا يساوي؟ الناقص للنهاية أس 4 قلنا تساوي الزائد للنهاية ضرب الناقص تساوي الناقص للنهاية.
النقص النهاية أس عدد زوجي دوما تصبح زائد النهاية مضروبة في إشارة نقص تساوي نقص لا نهائي. الآن نأتي إلى المثال الثالث. مثال ثالث أنه f دو x يساوي x زائد 2 على x ناقص 2 لما x يؤول إلى الزائد النهائي. جيد، طبيعة الحال هنا لا ليميت. إذا واش ندير؟ تساوي لا ليميت x زائد 2 على x ناقص 2 لما x يؤول الزائد النهائي. هذا ماذا يساوي؟ عزيزي الطالب، أنا كناك دالة كسرية عند حساب النهاية، عند الزائد النهاية وعند النقص النهاية، راح نأخذ أكبر أس على أكبر أس، وتساوي لا ليميت إكس على إكس لما إكس يؤول للزائد النهاية، راح نعرف إكس مع إكس والنتيجة تساوي العدد واحد، هذا عند الزائد النهائي. نفس الطريقة راح نحسب عند النقص النهاية أنه لا ليميت f دو x لما x يؤول للنقص النهاية. هذا ماذا يساوي؟ يساوي لا ليميت x على x لما x يؤول للنقص النهاية ويساوي العدد واحد. إذا هذه الدالة عند الزائد والنقص النهاية راح نجد النتيجة تساوي العدد واحد. الآن نحسب عند العدد 2. لا ليميت f دو x لما x يؤول للعدد 2 ماذا يساوي؟ يساوي لا ليميت الدالة ما هي؟ انه x زائد 2 على x ناقص 2 لما x يؤول 2 بقيم اكبر. انا كيف نعرف بقيم اكبر؟ لاحظ معايا، نجي واش ندير؟ نعوض انه لا ليميت لما x يؤول 2 بقيم اكبر تصبح 2 زائد 2 على 2 ناقص 2 يساوي الصفر لما x يؤول 2 بقيم اكبر. لكن هنا لاحظ معايا، ما هو نوع الصفر في الحاله هذه؟ هل هو صفر موجب صفر سالب؟ تبع معايا كيفاش نتحصل على صفر موجب. انا واش عندي؟ عندي الداله x ناقص 2 تنعدم من اجل 2 قبل مخالف لاشاره a بعده موافق بقيم اكبر. إذا نوع الصفر هو الصفر الموجب. إذا هذا ماذا يساوي؟ يساوي الزائد النهائي. أي عدد تقسيم صفر موجب يساوي الزائد النهائي مهما يكون العدد ينتمي إلى الأعداد الحقيقية R. جيد، لماذا؟ لأنه أنه مهما يكون A ينتمي إلى R، أنه A على الصفر الموجب يساوي الزائد النهائي. أيضا أنه مهما يكون A ينتمي إلى R، أنه A على الصفر السالب يساوي الناقص النهائي. جيد، الآن نحسب أنه لا ليميت F دو x لما x يؤول 2 بقيم اقل ماذا يساوي؟ يساوي 4 على الصفر السالب لما x يؤول 2 بقيم اقل 4 على الصفر السالب النتيجه تساوي ناقص لا نهائي. هذا عند حساب العدد 2. اذا الان ناتي الى مثال رقم 4. لدينا f دو x يساوي x مربع زائد 3x على x زائد 3. لا ليميت f دو x لما x يؤول زائد النهائي. جيد، انا واش ندير؟ راح نهز اكبر اس على اكبر اس دوما يساوي لا ليميت x مربع على x، تروح x مع x هنا لما x يؤول للزائد النهائي ماذا يساوي؟ تروح x مع x يساوي x. لا ليميت لا ليميت x لما x يؤول للزائد النهائي يساوي الزائد النهائي.
هذا كيف يتم حساب عند الزائد لا نهاية، أو طريقة أخرى عند الزائد لا نهاية. وش راح ندير؟ راح نخرج هنا في هذه الحالة، نخرج إكس كعم مشترك تصبح إكس زائد ثلاثة على إكس زائد ثلاثة. أنا تخلصت خلصت من إكس زائد ثلاثة وإكس زائد ثلاثة أصبحت لدي إكس، لما إكس يعود زائد لنهاية بطبيعة الحال راح تكون الزائد لنهاية كما وجدت في الحل الأول. الآن نحسب عند الناقص لنهاية لا ليميت f دو x لما x يؤول الناقص لنهاية، ماذا يساوي؟ قلنا أكبر حد، يعني لا ليميت x مربع على x لما x يؤول الناقص لنهاية. جميل، هذا يساوي أنه لا ليميت x لما x يؤول الناقص لنهاية ويساوي الناقص لنهاية، أو نستعمل العامل المشترك نتحصل على أيضا الناقص لنهاية. الآن نحسب من أجل ناقص ثلاثة. لا ليميت f دو x لما x يؤول لثلاثة، لناقص ثلاثة عفوا، لناقص ثلاثة بقيم أقل يساوي. أجي وش ندير؟ راح نروح نعوض في الدالة تاعي. ناقص ثلاثة مربع تساوي لا ليميت ناقص ثلاثة مربع تساوي تسعة زائد ثلاثة في ناقص ثلاثة على صفر. ما هو نوع الصفر؟ الصفر نوع سالب، لكن أصبحت تساوي لا ليميت صفر على صفر، وهذه راهي حالة عدم التعيين، حالة عدم التعيين. أو ما هنا ما نستعملش نوع الصفر حاليا حتى نشوف المفهوم اللي بعده. هنا هو ماذا نلاحظ؟ أنه حالة عدم التعيين إذا إزالة حالة عدم التعيين. كيف يتم ذلك؟ أنا وش ندير؟ أبدو إكس، وش قدر نكتبها؟ قدر نكتبها إكس نفتح قوس إكس زائد ثلاثة على إكس زائد ثلاثة. جيد، هنا وش ندير؟ راح نطبق لا ليميت لما إكس يؤول لثلاثة بقيم أقل يساوي. أنا راح نخلص من إكس زائد ثلاثة، إكس ماذا تصبح؟ تصبح x يؤول إلى عفوا كم؟ إلى ناقص ثلاثة. x يؤول ناقص ثلاثة، إذا أصبحت ماذا تساوي؟ تساوي ناقص ثلاثة. هذا بقيم أقل، وأيضا بقيم أكبر أيضا تصبح أنه لا ليميت f دو x لما x يؤول ناقص ثلاثة بقيم أكبر يساوي ناقص ثلاثة. هنا واش درت؟ عام مشترك، تخلصت من إذا من حالة عدم التعيين، أصبحت النتيجة تساوي ناقص ثلاثة. جيد، الآن المثال رقم خمسة. جيد، إذا f دو x يساوي 3x زائد الواحد ناقص واحد على x ناقص ثلاثة. ها واش قلنا؟ أنه لا ليميت f دو x لما x يؤول زائد لنهاية، هذا ماذا يساوي؟ جيد، أنا واش ندير؟ راح نعوض عادي، أنه في ورقة أوساخ أنه ثلاثة ضرب زائد لنهاية زائد الواحد، جيد، ناقص واحد على الزائد لنهاية ناقص ثلاثة تساوي الزائد لنهاية. لاحظ معايا، واحد على الزائد لنهاية يذهب إلى صفر، لماذا؟ إذا مهما يكون R ينتمي إلى R، أنه أو نعم، أنه إذا كان R على ما لا نهاية النتيجة تساوي الصفر. جيد، إذا أصبحت هذه تساوي الصفر، ثلاثة ضرب زائد لنهاية، الزائد لنهاية زائد واحد، زائد لنهاية ناقص صفر يساوي الزائد لنهاية. إذا أيضا من أجل ناقص لنهاية أنه لا ليميت f دو x لما x يؤول ناقص لنهاية ماذا يساوي؟ في ورقة أوساخ تصبح أنه ثلاثة ضرب ناقص لنهاية زائد واحد ناقص واحد على ناقص لنهاية، ناقص ثلاثة تساوي الناقص لنهاية، ناقص واحد على ناقص لنهاية، واحد على ناقص لنهاية أيضا
أصبحت تساوي النتيجة 0 3 ضرب ناقص النهاية تساوي الناقص 3 نهائي. هذا عند الزائد والناقص النهائي. الآن نأتي إلى حساب عند 3. تصبح أن لا ليميت اف دو اكس لم اكس يؤول لثلاثة بقيم أكبر. جيد، ماذا يساوي عند قيم أكبر؟ نعوض أنا، ثلاثة ضرب ثلاثة زائد واحد ناقص واحد على ثلاثة ناقص ثلاثة هو الصفر، نوع الصفر هو الصفر الموجب. جيد، واحد على الصفر الموجب ماذا قلنا ماذا يساوي؟ واحد على الصفر الموجب يساوي الزائد النهائي. ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة زائد واحد. لاحظ معايا أن واحد على الصفر الموجب يساوي الزائد النهائي ضرب الناقص يساوي الناقص النهائي. الناقص النهائي زائد واحد ناقص النهائي، ناقص النهائي زائد تسعة تساوي ناقص النهائي. هذا كيف يتم حساب هذا. الآن راح نروح بقيم أصغر. تصبح أن لا ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول ثلاثة بقيم أقل ماذا يساوي؟ أيضا في ورقة أوساخ ماذا لدينا؟ أن ثلاثة ضرب ثلاثة هذه الدالة زائد واحد ناقص واحد على صفر. ما نوع الصفر؟ هو الصفر السالب. وإن واحد على صفر السالب ناقص ثاني ضرب ناقص زائد النهاية زائد بقية أرقام تساوي الزائد النهاية. هذا بالنسبة إلى المثال ما قبل الأخير. الآن نأتي إلى المثال الأخير. f دو x ماذا يساوي؟ يساوي x مربع زائد واحد على x مربع زائد x ناقص اثنين. نحسب عند الزائد النهائي. تصبح أنه لا ليميت f دو x لما x يؤول الزائد النهائي. احنا واش قلنا في دالة كسرية انه اكبر اس على اكبر اس تصبح لا ليميت اكس مربع على اكس مربع يساوي العدد واحد لما اكس يؤول الى الزائد النهائي. اذا عند الزائدين قلنا النتيجة تساوي واحد. نحسب عند الناقص النهائي انه لا ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول الناقص النهائي ماذا يساوي؟ ايضا تساوي لا ليميت اكس مربع على اكس مربع لما x يؤول الناقص النهائي. راح نزيد اكبر اس على اكبر اس والنتيجه تساوي العدد واحد. هذا بالنسبه الى الزائد والناقص النهائي. الان جينا نحسب عند الواحد والناقص اثنين. لاحظ معايا لا ليميت اف دو اكس لما x يؤول الواحد يساوي واحد بقيم أكبر. ماذا يساوي؟ واحد زائد واحد تساوي اثنين، واحد مربع زائد واحد تساوي اثنين، اثنين ناقص اثنين تساوي صفر. لكن ما هو نوع الصفر؟ الآن نأتي إلى هذا الجدول. إذا إكس مربع زائد إكس ناقص اثنين، عنده شين عدم من عدم عند ناقص اثنين وعند العدد واحد. جيد. الشرط أم موجبة هنا مخالف موافق موافق. لاحظ معايا الواحد بقيم أكبر إذا الإشارة موجبة. إذا صفر الموجب اثنان على الصفر الموجب يساوي الزائد لا نهائي. الآن نحسب عند بقيم أقل أنه لا ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول للواحد عفوا بقيم أقل يساوي نجي نعوض تساوي اثنان على صفر. ما هو نوع الصفر؟ بقيم أقل. لاحظ معايا بقيم أقل نوع الصفر هو الصفر السالب والنتيجة تساوي الناقص لا نهائي. هذا عند الواحد. إذا نحسب الآن عند الناقص اثنين. لاحظ معايا ناقص اثنين ناقص اثنين بقيم أكبر تساوي إشارة ناقص، وناقص اثنين بقيم أقل والإشارة هي موجبة. لاحظ معايا هنا بقيم أقل هي موجبة وبقيم أكبر هي سالبة. تصبح النور
لا ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول ناقص 2 بقيم اكبر، هذا يساوي، لاحظ معايا 2 مربع 4 زائد 1 يساوي الاعداد 5 على 2 مربع 4 ناقص 2 2، ما نوع الصفر في هذه الحالة؟ قلنا في جدول أنه من ناقص لنهاية، الزائد لنهاية تنعدم من ناقص 2 وعند الواحد، جيد، قبل مخالف بعد موافق موافق، لاحظ معايا بقيم أكبر الإشارة نوع الصفر الصفر السالب، 5 على الصفر السالب يساوي الناقص لا نهاية، هذا بقيم أكبر. نأتي إلى بقيم أقل على الصفر الموجب، أصبحت أنه لا ليميت اف دو اكس لما اكس يؤول لما ناقص 2 بقيم أقل، هذا ماذا يساوي؟ يساوي 5 على الصفر الموجب، 5 على الصفر الموجب هذه بقيم أقل، 5 على الصفر الموجب النتيجة تساوي الزائد لا نهاية. هذا فيما يخص حساب النهايات لبعض الأمثلة. راح أعطيك بعض الملاحظات